عيدا يا شيخ من مقدم عيدا عام 17 بيت المسيح ربي بسويقا ولدت الفكرة بسويقا وبدت الحركة اصحاب الهمة يديروا الثورة حجرة حجرة وابني والعاصمة مخدي مزمن يحكي علينا مخدي مزمن وتغربوا بينا تاريخ البلاد شارد علينا واللي استعمار يعرف شعلي لفصية لجديد محمد سيرا سيد لجديد لازم نحميها شحال وين عبيد حربوا من جينا عاشوا ماتوا في دل الوين حضارة قديمة الدار الشيخ من مدة بعيدة عام 17 بيت المسيح بسويقا وبدت الحركة اصحاب الهمة يديروا الثورة حجرة حجرة وابني والعاصمة مخدي مزمن يحكيوا علينا مخدي مزمن وتغربوا بينا تاريخ البلاد شارد علينا واللي استعمار يعرف شعلي لفصية لجديد محمد سيرا سيد لجديد لازم نحميها شحال وين عبيد حربوا من جينا عاشوا ماتوا في دل الوين حضارة قديمة من مدة بعيدة عام 17 بيت المسيح ربي بسويقا ولدت الفكرة بسويقا وبدت الحركة اصحاب الهمة يديروا الثورة حجرة حجرة وابني والعاصمة مخدي مزمن يحكيوا علينا مخدي مزمن وتغربوا بينا تاريخ البلاد شارد علينا واللي استعمار يعرف شعلي لفصية لجديد محمد سيرا سيد لجديد لازم نحميها شحال وين عبيد حربوا من جينا عاشوا ماتوا في دل الوين حضارة قديمة الدار الشيخ من مدة بعيدة عام 17 بيت المسيح ربي بسويقا ولدت الفكرة بسويقا وبدت الحركة اصحاب الهمة يديروا الثورة حجرة حجرة وابني والعاصمة مخدي مزمن يحكيوا علينا مخدي مزمن وتغربوا بينا تاريخ البلاد شارد علينا واللي استعمار يعرف شعلي لفصية لجديد محمد سيرا سيد لجديد لازم نحميها شحال وين عبيد حربوا من جينا عاشوا ماتوا في دل الوين حضارة قديمة الدار الشيخ من مدة بعيدة عام 17 بيت المسيح
اسمي غاب وبديت الحركة اصحاب الهمة يديروا الثورة حجرة حجرة وابني والعاصمة مخدي مزمن يحكي علينا مخدي مزمن وتغربوا بينا تاريخ البلاد شارد علينا واللي استعمار يعرف شعني لفصية لجديد موحن ننسيها سيد لجديد لازم نحميها شحال من عبيد حربوا من جينا عاشوا ماتوا في دل الوين حضارة قديمة بالدار الشيء من مدة بعيدة عام 17 بيت المسيح ربي بسويقة وانتهت الفكرة باب سويقة وبديت الحركة اصحاب الهمة يديروا الثورة حجرة حجرة وابني والعاصمة مخدي مزمن يحكيوا علينا مخدي مزمن وتغربوا بينا تاريخ البلاد شارد علينا واللي استعمار يعرف شعني لفصية لجديد موحن ننسيها صية لجديد لازم نحميها شحال من عبيد حربوا من جينا عاشوا ماتوا في دل الوين حضارة قديمة بالدار الشيء من مدة بعيدة عام 17 بيت المسيح ربي بسويقة وانتهت الفكرة باب سويقة وبديت الحركة اصحاب الهمة يديروا الثورة حجرة حجرة وابني والعاصمة مخدي مزمن يحكيوا علينا مخدي مزمن وتغربوا بينا تاريخ البلاد شارد علينا واللي استعمار يعرف شعني لفصية لجديد موحن ننسيها صية لجديد لازم نحميها شحال من عبيد حربوا من جينا عاشوا ماتوا في دل الوين حضارة قديمة بالدار الشيء من مدة بعيدة عام 17 بيت المسيح ربي بسويقة وانتهت الفكرة باب سويقة وبديت الحركة اصحاب الهمة يديروا الثورة حجرة حجرة وابني والعاصمة مخدي مزمن يحكيوا علينا مخدي مزمن وتغربوا بينا تاريخ البلاد شارد علينا واللي استعمار يعرف شعني لفصية لجديد موحن ننسيها صية لجديد لازم نحميها شحال من عبيد حربوا من جينا عاشوا ماتوا في دل الوين حضارة قديمة بالدار الشيء من مدة بعيدة عام 17 بيت المسيح ربي بسويقة وانتهت الفكرة باب سويقة وبديت الحركة اصحاب الهمة
دير الثورة حجرة حجرة وابني والعاص ما مهدي بزمن يحكي علينا مهدي بزمن وتغربوا بينا تاريخ البلاد شارد علينا واللي استعمار يعرف شعني حضارة قديمة بالدار الشيء من مدة بعيدة عام 17 بيت المسيح ربي بسويقة ولدت الفكرة بسويقة وبدت الحركة أصحاب الهمة يديروا الثورة حجرة حجرة وابني والعاص ما مهدي بزمن يحكيوا علينا مهدي بزمن وتغربوا بينا تاريخ البلاد شارد علينا واللي استعمار يعرف شعني لبصية لجديد مو حد ننساها بصية لجديد لازم نحميها شحال من عباد حربوا من جنا عاشوا ماتوا في دل الوان حضارة قديمة بالدار الشيء من مدة بعيدة عام 17 بيت المسيح ربي بسويقة بسويقة وبدت الحركة أصحاب الهمة يديروا الثورة حجرة حجرة وابني والعاص ما مهدي بزمن يحكيوا علينا مهدي بزمن